السلام عليكم مشاهدينا الكرام، معكم الصحفية هند نبوي من قناة الجزائر عنوان في قسم الأخبار بالأخص. إذا عام 2020 كان عام صعب نوعاً مالية، فقدت الكثير من الأحباء، ندعي لهم بالرحمة إن شاء الله. ثانية جائحة كورونا التي صادفت العالم ككله، ويعني فقدنا الأعزاء تاعنا، نطلب لهم الرحمة إن شاء الله. نشكر قناة الجزائر عنوان التي حققت لي الحلم تاعي وفتحت لي أبوابها. ألوغ جو سويت تو لو بونور يعني و لا ريوسيت بوكو دارجون و بون سونتي يعني للشعب الجزائري. عندي لي بارون تاعي نقول لهم ربي يخليكم تاج فوق راسي، كل عام وانتم تاج فوق راسي. وعندي إهداء خاص إلى الزميلة والأخت والصديقة يعني نور الهدى عمراني التي كانت لي سندا، كل عام وانت بخير، يدخل عليك عام جديد إن شاء الله. ميرسي.